من ولاية بومرداس، وفي ثالث أيام الحملة الانتخابية، ركز خطاب المترشح عبد القادر بنجرينا على أهمية الوحدة الوطنية، محذراً من كل الإغراءات التي قد تفتح المجال أمام التدخلات الأجنبية. لا يقبل العربي الأصيل ولا يقبل الأمازيغي الحر إلا أن تكون الجزائر واحدة موحدة، إلهها واحد، دينها واحد، قبلتها واحدة، جغرافيتها واحدة، شعبها بانسجام مجتمعي واحد، وهيهات للعملاء، وهيهات للمستأجرين، وهيهات للمغفلين أن يقسموا هذا الشعب. مرشح حركة البناء الوطني أشار إلى ضرورة اللجوء إلى التصريح بممتلكات المسؤولين وأفراد عائلتهم، مع تأكيده على أهمية القروض الإسلامية في النظام البنكي. راح ندير تصريح بالممتلكات للزوجة ولاده وأزواج ولاده واللي زوج بنته ونسيبه، كل نعرف واش يملكوا نهار اللي يدخل، باش نهار اللي يخرج نعرف واش كتب باسم ولاده باسم بناته باسم نسابه باسم الرؤساء المدراء العامون للبنوك الجزائرية. من الآن اجروا وجيبوا خبراء باش يديروا لكم النافذة الإسلامية، ولا راني نهار اللي نجي وما تبداوش تطبقوا فيها رانا نبدلوكم ونديروا ناس اللي يديروا لنا النافذة الإسلامية للشعب الجزائري اللي يتعامل بالنافذة الإسلامية. بنجرينا تعهد في حال انتخابه رئيسا بتوفير السكن، رفع الأجور، وتشجيع المستثمرين، مع ضمان الحريات والحقوق لمختلف فئات المجتمع.